مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الحادي عشر، أهلا وسهلا بكم في موضوع جديد من موضوعات مادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات. اليوم هيكون موضوعنا بإذن الله عن التسويق والإعلانات. تعالوا مع بعض نتعرف على أهداف درسنا اليوم. الهدف الأول أن يعرف الإعلان، الهدف الثاني أن يعرف التسويق الإلكتروني، الثالث أن يعدد وسائل الإعلام وأنواعها، الرابع أن يفاضل بين التسويق التقليدي والتسويق الإلكتروني، أخيرا أن يفرق بين الإعلانات المباشرة والغير مباشرة. اليوم هيكون عندنا مصطلح وهو الاتصالات التسويقية المتكاملة، وهذا ما يعرف باللغة الإنجليزية Integrated Marketing Communication اختصارا IMC. الآن بنبدأ بأول هدف في درسنا اليوم وهو تعريف الإعلان. ما هو الإعلان يا شباب؟ الإعلان هو نوع من التواصل يكون أحادي الجانب، بمعنى من جهة واحدة فقط، بين الشخص الذي يقوم بالإرسال وهو يسمى المرسل، والشخص الآخر الذي يستقبل ويسمى المستقبل. إذن الإعلان تعريفه هو نوع من التواصل أحادي الجانب بين الشخص المرسل والشخص المستقبل. وعرفنا أن تعريف الشخص المرسل هو الذي يقوم بإرسال الرسالة، أما المستقبل هو الذي يقوم باستقبال الرسالة. أهمية الإعلان: واحد، أنه وسيلة مهمة من وسائل التواصل مع المستهلكين. أيضا من أهمية الإعلان أنه يقوم بإقناع أو تشجيع المستهلكين على الشراء. أيضا من ضمن أهمية الإعلان أنه يقوم بزيادة المبيعات. طيب، ما هو الهدف الأساسي من الإعلان؟ على حسب الكلام اللي احنا قلناه الآن في أهمية الإعلان، نقدر نقول يا شباب أن الهدف الأساسي من الإعلان هو أنه يقوم بإرسال رسالة محددة، الهدف منها فقط هو إقناع المستهلك بأنه يشتري المنتج الذي يتم الإعلان عنه. إذن الهدف الأساسي من الإعلان وهي إرسال رسالة بهدف الإقناع لشراء المنتج. تعالوا مع بعض نتعرف على الهدف الثاني في درسنا اليوم وهو التسويق الإلكتروني. ما هي عملية التسويق؟ هي عملية تتضمن تخطيط وتنفيذ مهمات تسويق وتوزيع وترويج وتسعير المنتج أو الخدمة باستخدام بيئة محوسبة. هذه البيئة أكيد طبعا أنها تكون متصلة بشبكة الإنترنت. إذن التسويق الإلكتروني يعني أنت قاعد تخطط وتنفذ مهمات خاصة بالتسويق عشان توزع وتروج وتسعر المنتج بتاعك أو الخدمة اللي أنت قاعد تقدمها. هذه العملية لا تتم إلا في وجود بيئة محوسبة يعني خاصة بالحاسب الآلي، وهذه طبعا تكون متصلة بشبكة الإنترنت، وإلا في عدم وجود الحاسوب وشبكة الإنترنت سيكون هو ما يسمى بالتسويق العادي. أنت ما عندكش إنترنت، ما عندكش حاسوب، أما نحن الآن بصدد التسويق الإلكتروني، وهو زي ما تفضلنا وقلنا أنه عملية تتضمن تخطيط وتنفيذ مهمات تسويقية بهدف توزيع وترويج وتسعير المنتج أو الخدمة، وهذه بتتم في بيئة محوسبة وتكون دائما متصلة بشبكة الإنترنت. طيب، ما هو الغرض من التسويق الإلكتروني؟ الهدف من التسويق الإلكتروني يا شباب هو أكيد طبعا تسهيل عملية تبادل السلع وتلبية طلبات الزبائن. يعني أنت قاعد في بيتك تقدر تطلب المنتج اللي أنت عايزه. طيب، ما هي مزايا التسويق الإلكتروني؟ له مزايا عديدة، لكن من أهمها واحد، أنها توفر الراحة وأيضا الأسعار الأكثر تنفسية. يعني أنت موجود زي ما قلنا قبل شوي، موجود في أي مكان، في شغلك، في بيتك، فتقدر من خلال التسويق الإلكتروني أنك تدخل على الموقع أو الآب اللي موجود لبعض السلع. طبعا معظمها بيكون له آب موجود على الجوالات، تقدر تدخل على الآب وتطلب المنتج اللي انت عايزه، وطبعا وانت موجود في مكانك موفر ليك الراحة، وكمان تقدر تتعرف على الأسعار اللي موجود.
أيضا تمكن الشركات من خفض التكاليف التشغيلية، بمعنى أن أنا بدل ما يكون عندي شركة لها مكان، موظفين عددهم كثير، طبعا زي ما أنتم عارفين كدولة مثل دولة قطر الإيجارات بتكون مرتفعة شوي، خدمة الموظف أو الرواتب اللي بيأخذها الموظفين برضو بتكون مرتفعة، وبالتالي أنت في التسويق الإلكتروني عندك ميزة فيه هو أنه يمكن تخفيض الشركة بتاعتك من التكاليف التشغيلية من عملية الإيجار وأيضا الموظفين ورواتبهم. الآن بننتقل إلى وسائل الإعلام. كيف تعرف وسائل الإعلام؟ تعرف على أنها وسائل أو قنوات إعلامية مختلفة كثيرة طبعا متعددة، من خلالها نقدر نوصل الإعلان للمستخدمين. زي تعريف وسائل الإعلام هي قنوات إعلامية مختلفة يمكن من خلالها أن احنا نوصل الإعلان للمستخدمين، وهذه هي أشهر وسائل الإعلام اللي موجودة قدامنا يا شباب، من خلال الفاكس، من خلال الهاتف، من خلال الإذاعة، من خلال جهاز الحاسوب، وأيضا من خلال شاشات التلفزيون، وأيضا من خلال الأجهزة اللوحية أو الموبايلز. تعالوا مع بعض نتعرف على أنواع وسائل الإعلام التجارية. أولا لدينا الوسائل الإذاعية من خلال الإذاعة. لو بدأنا بالمذياع، يعني من خلال الراديو، ممكن تشغل الراديو وانت راكب في السيارة رايح دوامك، طالع مع الشباب، موجود في بيتك مشغل الإذاعة، فمن خلال هذه الإذاعة نقدر نوصل أي إعلام تجاري. أيضا من خلال التلفاز، انت قاعد تشاهد أي مباراة وتشاهد مسلسلات، فيتم استغلال هذه المسلسلات أو البرامج أو المباريات لعرض أو إذاعة الإعلانات. أيضا من ضمن أنواع الوسائل الإعلام التجارية مثل الوسائل المطبوعة، وهذه شبه منتشرة عادة، تلاقي جريدة الراية، جريدة الشرق، أي جريدة أخرى متوفرة، فبتلاقي الإعلانات بداخلها، وهذه أصبحت أداة شائعة جدا للإعلان بفضل قدرتها على الوصول إلى الجمهور، وأيضا زي ما احنا عارفين موجود الجرائد بلغات مختلفة ومتعددة. أيضا من ضمن وسائل الإعلام التجارية وهي الوسائل التجارية، وهذه يا شباب يهدف إن هو يستهدف الزبون المتحرك من مكان إلى آخر، يعني الزبون أو الزبائن المتحركين راكبين سياراتهم طالعين طلعة، هذه من خلال تحركهم من مكان إلى آخر يمكن وضع الإعلانات زي ما احنا بنشوف في على الطرق السريعة، بتلاقي الإعلانات موجودة في أعلى المباني أو تلاقيها في الشوارع أو في أماكن انتظار الباصات. ما زلنا في أنواع وسائل الإعلام التجارية، والآن بنتكلم على الإعلام عبر الإنترنت. يتم من خلال الإنترنت سواء من وسائل التواصل الاجتماعي، مواقع الويب، رسائل البريد الإلكتروني، الشبكات الاجتماعية المختلفة، يتم من خلالها إيصال الإعلانات، وهذه وسيلة سهلة جدا، لأن طبعا زي ما احنا عارفين أن جميع مستخدمين لأجهزة الهواتف بيكون عندهم وسائل تواصل اجتماعي كثيرة ومتعددة. أيضا الآن لدينا الهواتف النقالة، وهذه تمكن وسائل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الأخرى من الوصول إلى الزبائن من خلال الرسائل القصيرة وأيضا الدردشة وأيضا الأبليكيشنز اللي بتكون أو التطبيقات اللي بتكون موجودة على الأبل ستور أو الجوجل ستور، اللي نقدر من خلال الجوالات أو الأجهزة اللوحية نحملها على هذه الهواتف. الآن بننتقل إلى مقارنة بين التسويق التقليدي والتسويق الإلكتروني، وهذا هو الهدف الرابع في درسنا اليوم. إذا تكلمنا يا شباب على التسويق التقليدي وأيضا التسويق الإلكتروني، هنجد أن هناك بعض المزايا المتوفرة في كل منهم. التسويق التقليدي يتضمن وسائل إذاعية مطبوعة وأيضا إعلانات خارجية، بينما التسويق الإلكتروني يتضمن إعلانات عبر الهواتف والأجهزة اللوحية وأيضا من خلال شبكة الإنترنت. أيضا التسويق التقليدي يكون تكلفته عالية
نظرا لما ذكرناه سابقا من وجود المكان الذي يتم فيه طرح الإعلانات أو المنتجات الموجودة. بينما التسويق الإلكتروني يكون تكلفته قليلة، أنه لا يعتمد على المكان، قد يكون المكان موجود في أي مكان داخل المدينة وليس في وسط المدينة. وأيضا كذلك الموظفين لا يحتاج إلى عدد كثير من الموظفين. كذلك أيضا التسويق التقليدي بيكون له طبعا له تاريخ طويل ونجاحه مرتفع، برغم أنه يستخدم أو يعتمد على الوسائل التقليدية. بينما التسويق الإلكتروني تصل لأعداد كبيرة لا محدودة من الجماهير وبسرعة وفي الوقت الذي تريده. أيضا التسويق التقليدي لا تتيح نوع من التفاعل مع الجمهور، بينما التسويق الإلكتروني يتم التواصل مباشرة بين المستقبل وبين المرسل من خلال الابليكيشنز الموجودة على الهواتف والأجهزة اللوحية. الآن إذا انتقلنا إلى الفرق بين الإعلانات المباشرة والغير مباشرة. الإعلانات المباشرة والغير مباشرة يا شباب، الإعلان المباشر هذا يقوم بالإعلان مباشرة عن المنتج، سواء كان في التلفزيون أو سواء كان في الجريدة وخلافه. بينما الإعلانات الغير مباشرة، وهي أنك يظهر لك شخص، هذا الشخص يرتدي ماركة نظارة محددة أو ماركة ساعة معينة كما هو موضح أمامنا في الصورة. إذن الإعلان المباشر وهو أن يتم الإعلان بشكل مباشر وصريح عن المنتج نفسه، سواء من خلال أنك تسمع الإعلان أو أنك تشاهد الإعلان أو تقرأ عنه. بينما الإعلانات الغير مباشرة وهي تأتي في سياق غير إعلاني، مثل إعلانات الطرق والشوارع. أيضا الآن نريد أن نفرق بين دمج المنتج والتسويق السلبي. لدينا في دمج المنتج أنه يتم فيه الإشارة إلى المنتجات أو العلامة التجارية التي نريد الإعلان عنها داخل إنتاج آخر، مثل فيلم أو برنامج تلفزيوني. يعني من خلال الفيلم ده أنك داخل الفيلم تنزل صورة لسيارة أو تنزل صورة لكاميرا محددة أو صورة للابتوب أو صورة لمنتج معين. هذا ما يسمى بدمج المنتج، وهو مرغوب فيه، يعني لا خلاف عليه أن عادي جدا أنك تتم أو تضع إعلان، هذا الإعلان بيكون موجود داخل فيلم أو داخل برنامج تلفزيوني. بينما التسويق السلبي، وهو من اسمه فهو بيركز فقط على السلبيات الموجودة لدى منتج المنافسين. ليه؟ الهدف من هذا أنه هو يظهر لك أو يبين لك أن المنتج المنافس يبدو هو الأسوأ، بينما منتج الذي يتم الإعلان عنه هو الأفضل، وطبعا هذا شيء غير مرغوب فيه. الآن إذا انتقلنا إلى كيف يتم اختيار النوع المناسب من وسائل الإعلانات. لكي نختار النوع المناسب من وسائل الإعلانات، أولا نقوم بتحديد هدف الشركة من الإعلان. إذن الآن نحن بصدد نتحدث عن كيفية اختيار النوع المناسب من وسائل الإعلانات لكل إعلان. أولا نقوم بتحديد هدف الشركة من الإعلان. ثانيا نقوم بجمع المعلومات الكافية عن الإعلان. أيضا نقوم باختيار النوع الذي يحقق أقصى عائد من الاستثمار. يبقى نختار وسيلة الإعلان المناسبة التي تحقق لنا العائد الأكبر في الاستثمار. أيضا نقوم بتكرار عملية اختيار الوسائل الإعلانية المناسبة. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.